السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم بقناتي، قناة طبخ من بغداد. اليوم راح أخذكم في جولة في شركة إيكيا للأثاث، وهي أكبر شركة عالمية لصنع وتجهيز الأثاث. راح أخذكم بجولة سريعة إن شاء الله تتونسون ويانا. راح نبدي بجولتنا، وأكيد طبعا كلكم تعرفون هذه الشركة، هي شركة عالمية كلش كبيرة لصناعة وتجهيز الأثاث المنزلي بمختلف أنواعه، من الأبرة للصاروخ مثل ما نقول. ديزايناتهم وتصاميمهم عصرية وحلوة، وتمتزج ما بين القديم الفنتج والمعاصر. بصراحة أنا من أفوت لهذه المحلات أدوخ، ما أعرف شو يعني، ما أعرف شنو لازم أتفرج وشنو لازم أشوفه، وين مثل ما نقول وين أنطي وجهي، لأنه كل الأشياء اللي عندهم كلش حلوة وكلش راقية وكلش ناعمة مثل ما نقول. والحلو اللي بيهم أنه يسووا لكم بيئة كاملة، مثلا يخصصون مساحة 50 متر، يسوون بهاي 50 متر مطبخ واستقبال وغرفة وتجهيزات أخرى مع البيت، يسوي لكم إياها كاملة، يعني للي يريد أو اللي عنده مساحة صغيرة يقدر يجي يختار الموديل جاهز مثل ما هو ينصبه هي. يعني تشوفون هذه كأنما استوديو مال تصوير، أو كأنما هي شقة جاهزة ومفتوحة والناس تتفرج بيها. هذا أكثر شيء أحبه بيه، ينطيكم فكرة عن إنه شلون تركبون الأشياء وشلون تجمعون القطع وتنسقون الألوان. هذا يعني أحلى شيء ممكن تشوفوه من تدخلون لمحلات إيكيا. بس قلت لكم إنه شوية يدوخ، يعني مثلا واحد رايح يشتري في شيء معين تدوخون، يعني ما تعرفون وين تباعون إيش تشترون، الخيارات كلش هواية، القطع الموجودة بالمكان. يعني مثلا هسه هذه سيتات منصوبة وجاهزة، بس من نريد نروح مثلا نشتري شيء، هسه أوديكم لهذا المكان تشوفون انه الخيارات، يعني واحد مش يختار مش ياخذ وحدة احلى من اللوخ، ووحدة مثلا تكون هاي مفيدة وهاي مفيدة، يعني كل الشغلات تراد، لكن حيرة اسعاره شوية شوية غالية. يعني اكو شغلات مرات تكون مناسبة واكو شغلات يعني لا والله غالية، يعني خصوصا الفرش عنده كلش غاليات اني اشوفها، يعني حتى السجاد عنده كلش غالي، ومن نجي نشوفه بالنسبة احنا كشرقيين يعني الفراش كلش خفيف. هما من نوع مو مثل يقبطون البيت بالزوالي وبالسجاد، اي شيء خفيف ممكن يعني يفرشوه على الارضيات، لكن بصراحة اني اشوف سعره غالي، وبنفس الوقت الجودة مالته يعني خفيفة، يعني خلال سنة أتصور تنداس السجادة وبعد تصير يعني غير صالحة إنه نخليها ونعرضها بالصالة. لكن أكيد هنا يعتبروه هو يعني الخيار الأفضل والأنسب والمركز الأول كمركز للتسوق يعني بالنسبة للأثاث، وهذا طبعا شيء أكيد وما يختلف عليه اثنين. لكن قلت لكم أكو شغلات عنده سعرها ما يسوى، يعني تكون خفيفة وبنفس الوقت سعرها ما يسوى، لكن اكو هواية 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 شغلات اخرى رائعة تفوق الوصف. بعدنا دا نتجول بالقسم الخاص بغرف الاستقبال او غرفة المعيشة او الهول مثل ما نسميها احنا، او هذه سيتات جاهزة ونماذج تنطي فكرة للي يحب يفرش بيته بالكامل. هذا نموذج لفرش بالكونة أو مكان يعني النباتات، لاحظوا شلون شغلات حلوة ومرتبة وتسوي واهس، رغم أنه المساحات المخصصيها كلش صغيرة، لكن الفرش كان بطريقة ذكية جدا وأنيقة وعصرية. هذا النموذج ذكرني بالمسلسلات الأجنبية القديمة مثل فريندز، فول هاوس، سابرينا والساحرات، إذا تتذكرون هيك كانت الشقق اللي يمثلون بها هذه المسلسلات. هذا نموذج لغرفة مع الأطفال، طبعا ما أعرف إيش قد مساحتها، 2×3، فشي كلش صغير، لكن فرشي بطريقة ذكية
وحلوة ومرتبة، وما يحسسوكم انه هذه الغرفة كلش صغيرة، بالعكس كلش حلوة وناسكة. عندهم من هذه الخزانات يعني ما لا يعد ولا يحصى بمختلف الأشكال والقياسات والألوان والتقطيعات والخانات المجارير، يعني صدقوني اللي مثلا محتاج هيك شيء ببيته ما راح يعرف ايش يختار. يعني اذا تلاحظونها، طبعا انا دامشي على السريع مو كل شيء دا اصوره، لانه رحنا وامانة الله ويانا الاطفال، فاكيد يعني كل شيء ما افتهمنا، لكن حاولت اصور اللي اقدر عليه. يعني اذا تلاحظون هاي اللي يريد يشتري هيك شيء، يعني شي يختار اشكال الوان بمختلف الاحجام والقياسات والتقطيعات مثل ما قلت لكم، لذلك الواحد شوية يدوخ. لكن اذا نجي على اسعار هذه الاشياء تكون بالغالب مناسبة نسبة للجودة وللأناقة وللجمالية، تكون مناسبة بالنسبة لهذه الأمور. هذا قسم خاص، بدينا بالمطابخ وغرف الأكل، يعني الطاولات والكراسي. بالغالب تشترون الميز وحده وانتو تراهمون عليه الكراسي، ومرات قليلة انو تلقوه سيت كامل، لكن كل شي دشوفوه هو الى سعره وحده. يعني انتو تجمعون يعني الميز، انتو تخلون عدد الكراسي، مثلا ما تحبون هذه الكراسي تقدرون تغيروها، يعني بالغالب انتو ترهمون، فتشوفون الكراسي معروضة وحدها، وممكن انه سعر الميز وحده بدون الكراسي، فكليته يكون حسب الطلب. هذه نماذج للمطابخ بمختلف القياسات، لاحظوا مسوي لكم مطابخ كاملة، هاي مطابخ كبيرة مطابخ صغيرة، يعني يفرشوها بالكامل وانتو تجون تختارون. وطبعا اكو مكانات بيها حاسبات، تقدرون انتو تصممون القطع، يعني مثلا تاخذون رقم القطعة وتصممون المطبخ وانتو قاعدين، مثلا تختارون عدة قطع وبالحاسبة تصمموها وتشوفون شكل المطبخ شلون راح يطلع. هذا اكو قسم خاص موجود في كل طابق، شغل مرتب وطريقة عرض وترويج جدا رائعة 100 على 100 بهذه الأمور. بعدنا دا نتجول بقسم المطابخ، وهذه كل أنواع الأفران والطباخات غسالات الصحون، حلوة هذه المطابخ العصرية. لكن أني أشوف أنه الأكل اللي ينطبخ على النار يبقى طعمه أطيب، ما اعرف شو تقولون انتو، لان انا جربت الاكل المطبوخ على الطباخ الكهربائي ابو الهيتر، لكن شفت انه الطبخ على الغاز او النار يكون فعلا طعمه اطيب. وبعدنا مستمرين بالجولة، وصلنا للمكان اللي يبيعون بيه غرف النوم أو الأشياء الخاصة بغرف الأطفال أيضا، وكله ينباع على حدة، ماكو سيتات كاملة، يعني الكنتور وحد، السرير وحد، الطاولات اللي على جانبي السرير وحد، وأنتو تجمعون أنتو ترهمون. هذه أيضا نماذج هم مسويها ومنسقين الألوان مالتها، وكل شي مسعر، كل قطعة تنباع على حدة. كلش حبيت هاي الألوان، كلش ناعمة، كلش كلش حلوة، يعني صدق غرف مال البنات. بحكم تجربتي ويا هذه الغرف، أنا أشوف غرفنا العراقية الصاج الخشب التوصاد تكمة، يعني هي الأفضل، the best بصراحة، تعمر تبقى سنين هذه الغرف، يعني ماكو كم سنة وتشوفوها تعبت أو الباب وقعت. يعني أشوف غرفنا الصاج العراقية يعني أفضل بكثير من هذه الغرف، هذه فقط شكل، يعني ورا كم سنة تتعب، لكن الغرف الصاج ويا العمر. هذا قسم الكناتير طبعا بمختلف القياسات والأحجام
الخانات، وأنتوا ترهمون يعني تختارون سرير وتختارون كنتور وترهمون بقية الأمور وياه. وهذه كلها تقطيعات مال الخزن لغرف الملابس بمختلف أشكالها. بدينا هسه قسم مال الأطفال بكل مستلزمات الأطفال لتجهيز الغرف، سواء حديث ولادة أو أطفال أكبر من عمر يعني سنة. وأيضا مسوي لكم كم نموذج للي يحب يطبقه، وأكيد هم عندهم كتالوجات أيضا تتفرجون عليها وتقدرون تختارون وتصممون بالحاسبة مثل ما قلت لكم. هذا تصميم حلو للأولاد. وبدينا هاي أشياء مال حديثي الولادة. أنا أخذت سرير بنتي نوعية إيكيا، وبصراحة كلش حلو وخفيف وعملي. أتذكر في وقتها من إجا ابني بالسلامة الله يحفظه ويحفظ أولادكم، اشتريت له من هذه الشرابي اللي بيها مجارير ودواليب وتنهز، فكانت أبد مو عملية رغم أنه كانت كلش غالية أول ما نزلت وكبيرة وضخمة وشكلها حلو، لكن أبد مو عملية. فهسه من جتي لولو اختاريت لها سرير كلش كلاسيكي مثل ما قبل، وبصراحة كلش عملي خفيف ويتحرك، و يعني أبد ما تندمت. يعني بصراحة أشوف أني مستلزمات الأطفال كل ما تكون عملية وخفيفة تكون أفضل بكثير. وهذا الشيء تقدرون تلمسوه في منتجات إيكيا الخاصة بالأطفال، كلش ناسكة وعملية. بعدنا دا نتجول بقسم الأطفال، وهنا كل مستلزمات الطفل، يعني مو بس حديث الولادة، لا أكبر من هالعمر أيضا. لاحظوا الكناتير والخزانات بمختلف أشكالها وأحجامها وقياساتها، تناسب كل المساحات. وهذه الأشياء كلش كلش أحبها الخاصة بألعاب الأطفال، كلش مفيدة وكلش عملية وبمختلف القياسات والتقطيعات. يعني لاحظوا كل وحدة لونها شكل، مجراتها شكل، ألوانها شكل، حسب المساحة اللي عندكم. طبعا هاي مدارسهم، من تروحون المدارسهم 90% من الأثاث المدرسي هو من إيكيا، الخزانات، الكراسي، الدواليب مالت الأطفال، مال الألعاب، كلها تشوفوها ماركة إيكيا، يعتمدون عليها هنا الأوروبيين بنسبة 99%. خلينا نقول بالنسبة للجالية العربية فمو الكل يعني يشتري من إيكيا، أكو هنا كثير محلات مال أتراك، مال إخواننا المغاربة، يعني يبيعون أيضا أثاث ومستلزمات مال بيت، ويكون سعرها شوية أنسب من إيكيا. لكن مرات أكو شغلات ما موجودة عندهم وتكون موجودة في إيكيا وحلوة وسعرها مناسب فنقدر نشتريها، لكن كمثلا أثاث أو قطع كبيرة أو مثلا سجاد لا، هذه شوية أسعارها كلش غالية عندهم. هذا طابق خاص بمستلزمات البيت الصغيرة مثل ما نقول، يعني مو أثاث لا، مثلا أشياء مال مطبخ، أشياء مال إنارة، مال حدايق، هذه تلقوها بهذا الطابق، كلش حلوة شغلات المطبخ عنده، يعني نزاكة وأناقة وتصاميم حلوة كلش بديعة. هذا قسم خاص بالمخدات، الشراشف، اللحف، يعني كل أنواع المفروشات. ونوعياتها طبعا كلها درجة أولى وكلها زينة،
وبمختلف القياسات والأشكال والأحجام، الدخون. فإحنا من نوصل هذا المكان أو هذا القسم نمشي على السريع، فلاحظوا يعني ما صورت هواية لأن أصلا ما باوع الدخون يعني. هذا قسم ما أعرف ما شنو بصراحة، مشينا على السريع، بس هو يمكن شغلات مال حدائق بيو سلات وشغلات مال حفظ، لاحظوا فما دققت بيه هواية بصراحة. هذا قسم مال إنارة، شغلاته كلش كلش بديعة، تقريبا راح يخلص، راح نوصل للنهاية. كلش هواية مشينا، كلش هواية تعبنا لأنه المكان كلش كبير، لكن أكيد ما ينشبع من عنده. شغلات راقية وناسكة وهادئة وعصرية، تناسب كل الأذواق. هذا هو قسم السجاد أو فرش الأرضيات، طبعا ألوانها وأشكالها كلش حلوة وناعمة، لكن مو كلش تخينات، اكو نوعيات تكون زينة، لكن الأغلبية هي مجرد اكسسوارات للأرضيات. ألوانها كلش حلوة وناعمة. هذا قسم خاص للإكسسوارات مات الأرضيات، أو مثلا الأشياء اللي تتخلى على الحائط، أو أشياء تتخلى على تخم القنفات، يعني عنده أشياء حلوة بس شوية شفت يعني سعرها غالي. حبيت كلش هذه الأشياء، حسيت طابعها شرقي، نقشاتها شرقية، أشكالها كلش حلوة. طبعا أكو يم الشورجة، يم المدرسة المستنصرية القديمة، محلات تبيع هذه الأشياء، والله بمنتهى الروعة، جودتها كلش عالية، كلها صناعة يدوية، فعلا فعلا تخبل. كل صناعاتنا العراقية هي حلوة، احنا بس نحتاج شوية ثقة بالنفس ودفع للأمام، وإن شاء الله نرجع نحتل المكان اللي نستحقه بين الدول. تقريبا الجولة مالتنا راح تخلص، وهذا آخر قسم كان خاص بالنباتات الصناعية سواء الطبيعية، الأشياء والدوارق، الشموع اللي تتخلى بالحدائق أو البالكونات. كل الأقسام حلوة وكل الأشياء يحتاجها البيت، وبالعافية علينا وعليكم. هذه كانت جولتنا لهذا اليوم، يا رب يكون الفيديو عجبكم، إذا حبيتوا لا تنسون تخلوا لي لايك وتكتبون رأيكم بالتعليقات. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء في جولات أخرى، مع السلامة.